لله رب العالمين. الحمد لله الذي علق قلوبنا بصاحب الشفاعة، فتعلمنا على يديه كل طاعة، كيف لا والعلاقة به أفضل بضاعة. الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه ووالديه وآله وصحبه أجمعين يعلمنا ويعلم الإنسانية جمعاء مسألة عظيمة في حياة كل إنسان يرنو إلى الحب ويريد أن يتذوق طعم الحب ويسأل ويقول ما هو الحب؟ الحب في ساحات الدنيا وفي ميادين هذه الحياة يمر على عقل الإنسان وقلبه وروحه مواقف، فيتعلق تارة ويحب تارة أخرى ويرتبط في الثالثة. الإنسان بطبيعته يحب الجمال والكمال والنوال، وبطبيعته أنه يتعلق بكل كامل ويتعلق بكل جميل ويتعلق بكل ذا نوال. ما معنى الكمال والجمال والنوال؟ مقامات الحب، أن الإنسان يحب لهذه الأشياء، لكنه إذا وصل به المقام في تذوقه لطعم فريد نادر وهو طعم التعلق، ويسأل هل التعلق أمر طيب؟ أم الارتباط أطيب منه؟ وما الفرق ما بين أن أتعلق بإنسان فيكون بيني وبين حبيبتي علاقة، بيني وبين أمي علاقة، بيني وبين أبي علاقة، بيني وبين زوجتي علاقة، أستاذي، تلميذي، دكتوري، طبيبي، معلمي، رئيسي، كل هؤلاء الناس بيني وبينهم علاقات. هل هذه العلاقات هي مقامات في الحب؟ مذاقات في الحب؟ أم يترتب عليها أمر آخر؟ متى تكون العلاقة طيبة فأرى أنها خطوة في طريقي للحب؟ عندها أقول نعم هذا هو حبنا، نعم هذا هو طريق الحب، نعم أنا أسير في الطريق الصحيح. العلاقة أمر طيب ولا بد منها، والتعلق أمر لا بد منه، لكن الارتباط هو الأكمل والأجمل والأعظم. الارتباط لأنه مسيرة، لأنه حياة، لأنه معك في الحياة الدنيا وفي حياتك في البرزخ وفي الآخرة. الارتباط يا حبيب قلبي وروحي مقامه عال وغالي، هذا المقام الكريم الذي هو بيننا وبين سيدنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. التعلق لحظي، أما الارتباط فهو أبدي. التعلق بالشيء يكون لمسألة، إما لجمال فيه فإن زال الجمال زال التعلق، أو لكمال فيه فإن زال الكمال زال التعلق، أو لنوال منه أي آخذ منه عطية فإن زال النوال زال التعلق. إذن التعلق لحظي، أما الارتباط فأنا مرتبط بالجناب النبوي، مثله صلى الله عليه وسلم بالعقدة عندما سألته أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، تقول يا رسول الله ما هو حبي عندك؟ صف لي هذا الحب. فأراد روحي له الفداء أن يترجم لها عن معنى من معاني الارتباط، لا عن معنى من معاني التعلق. فالتعلق أمر طيب لكنه عابر، أما الارتباط فهو الأثمن والأكمل. فقال حبك في قلبي كالعقدة في الحبل، عندما تأتي إلى حبل وتربط به عقدة، هذا الارتباط، هذه العقدة تصبح في القلب، حتى أن العلماء يقولوا أن الاعتقاد في القلب هو ما عقد عليه القلب، أي ارتبط به القلب فلا ينفك. اعتقادك في الذات العلية وفي الحبيب المصطفى خير البرية وفي كل هذه البشرية، أنت مرتبط بهؤلاء الناس، لكن هذا الارتباط إما أن يكون صاحباً لك أو أن يكون ساحباً لك. من هو الذي ترتبط به على صعيد الأخوة؟ ومن هو الذي ترتبط به على صعيد الجيرة؟ ومن الذي ترتبط به على صعيد السفر؟ ومن الذي ترتبط به على صعيد الزواج وتأسيس الأسرة؟ وأنت أيضاً إذا أردت أن ترتبطي بإنسان بعد أن تعلق قلبك به، فانظري إلى هذا التعلق، إما لجمال أو كمال أو نوال.
وإذا اجتزت هذه المراحل الثلاث فانظري أخيه مباشرة في هذا الارتباط، سيكون ارتباطا أبديا أم هو تعلق لحظي؟ إن كان لحظي فاصرفي النظر عنه، وإن كان أبدي فهنيئا لك، قد وضعت قدمك على طريق الحب. عندها ستصلي إليه وتقولي هو الحب. وهنا سلمي قلبك لله، وسلم قلبك لله، وسلم الحشا لله. هو الحب فاسلم بالحشا، ما الهوى سهل، ما اختاره مضنا به وله عقل، وعش خاليا فالحب راحته عناء، فأوله سقم وآخره قتل. هذا هو الحب. ولا يخفى نور سناك، وقد بدا للناس يلوح. أنت الهدى، أنت الدليل، من ذا يطيق عنك البعاد؟ يا راحة القلب العليل، أنت لي كل البلاد. أوقدت في قلبي هواك، وقلت لي إياك أنت.